عظيم الفنانين دوري بحر. خليكم على وسط شباب. والحياة والنجاة والهلاء والرجاء في هوا في هوا والحياة والنجاة والهداء والرجاء في هوا في هوا هل أرى هل أرى سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أرى في علا تبلغ السماء تبلغ السماء موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رغى في رغى والحياة والنجاة والهداء والرجاء في هوا في هوا هل أرى يعني واحد بس يحكي بهالتفاصيل وبهالقصص وبهالذكريات بحس انه في ريتم اخذه للاسود والابيض ما هي؟ صح بس بيضل بيقول ما دخل الحظ يعني انت فت بشخصيه غلط ببدايه حياتك بس ما دخل الحظ رجعت وعملت الشخصيه تبعيتك يا قلبي لقول لك يعني الحياه او النجاح مش ورقه يا نصيب تربح وتخسر اذا الحياه حظ مثل الساعه مثل يا نصيب هلا يا نصيب معرض دمشق الدولي كم ورقه يا نصيب بيطبع يمكن ما معي ورقتي ما ساهم ما ايه كويس يمكن يمكن, يمكن بيطبع له شيء مليون نص مليون منيح شو اللي بيربحه؟ يعني بيربح واحد اللي بيربح الجائزة الكبرى واحد طيب وال 500 ألف الباقيين يلي شيل منهم واحد بيصفوا 499 ألف و999 هدول ما نابون الحظ فالحياة جهد مش حظ الحياة أنا ما بؤمن بالحظ على فكرة يعني أنت مانك محظوظ؟ لا مشان بصراحة لا محظوظ بمحبتكم بحبة الناس طبعا هذا حظ كبير لكن بالتأكيد الواحد لو ما يا أخي لأقول لك شغلة أنا دائما بضرب مثل بهذا الموضوع أنه أنت بتعمل جهد وبتتعب وبتتعذب وإلى آخره بيضيع من تعبك ومن جهدك كتير لكن البقيان من تعبك ومن جهدك بيكفي لأنه ناجحك مثل تمام ما علمونا على مسألة المحرك البخاري تعرف المحرك البخاري القطار القديم اللي يشتغل على الفحم الحجري ويشتغل على الحطب حتى في بعض الأحيان ينقطع من الحطب يشغلوه على الجلة صح تعرف شو الجلة ولو خلص تبع البقرة يشغلوه على الجلة بيبسوه ومع ذلك يمشي على الجلة ويمشي شوف علمونا بالفيزياء على انه النار اللي بيحطوها بالمرجل ليغلي بيضيع منها بالهواء 70% من الطاقة تبعها بالمدخنة بيروح ضياع بيبقى ترجع للفيزياء دغري بيبقى 30% كافية لأنه تخلي الخطار يمشي فشو ما بقي من جهدك مهما ضاع منه اللي باقي منه بيكفي لأنه تنجح بس بدك تؤمن بشيء اللي عم تعمله بدك تحبه بدك والشركة شانه شو الشركة ما عندك شركة طبعا دايما عندك شركة أستاذ دوريد لازم أهم شريكة حياتي شركة الفن عندك أي يعني أنت عم تقلي الشركة يعني أي في شركة كتير يعني رفقات الدرب أي تذكرهم واحد واحد اللي بيضلوا مثلا لهلأ بيحكوا عنهم وبيحكوا عنكم وعنهم قصاص لازم يكون هيك بالتأكيد يعني الواحد لما بده يذكر حبيب قلبي بيذكر البدايات أكيد فبالبدايات بالتأكيد إذا بدي أذكر بالتأكيد الدكتور صباح اللي كان له فضل أنه قدمني الأستاذ خلدون اللي أخرجني للشاشة وإن كان غشني بالبداية هو ليه؟ أنا قلت له أنا ما فيني أطلع التلفزيون بشكلي العادي لأنه أنا أستاذ
شو بدنا نقوله عني الطلاب بكرة إذا شافوني عم هرج على التلفزيون، فبدي حط بيروكة وحط وش شغلة مستعارة وكذا بالآخرية. هو سايرني قال لي إيه إيه، وطلعنا صورنا المقدمة. كنا نصور على أفلام 16 تتحمد هون بالتلفزيون على فكرة. دولاب اختراع هون، يطلع الشريط من على الدولاب يفوت بالحمض، يطلع على الدولاب يفوت بالحمض إلى آخره. صورنا البروموشن اللي بسموه أو عفوا المقدمة. المقدمة وأنا لابس مسنكر. هو شو بده يعمل لحتى يحرجني؟ حرق الفيلم. حرقه. اللي بالتحميض احترق. هو الحقيقة اكتشفت بعدين انه محترق بالتحميض. بده يحطني امام لم واقع انا والكاميرا، بده يحطني هيك. وطبعا هذه خدمني فيها يعني، منيح اللي منيح اللي حرق. ايه كتر خيره. طبعا بتذكر الواحد المرحوم الاستاذ نهاد اللي هو رفيق عمر وعشرية العمر، ذكر تاج باتوك الان هي بامريكا، مقيمة بامريكا. تاج باتوك الأول فتاة تطلع التلفزيون السوري، وكانت معنا بالإجازة السعيدة. كان دورة تذكروا تماما بالإجازة السعيدة، كانت يعني مع المجموعة الخمسة. على فكرة احنا هذا البرنامج عملنا منه بس 5 حلقات بس. ايه بعدين رحنا على شيء اسمه سهر دمشق. شركائك بالتمثيل بس بتذكرون؟ طبعا جينا بعدين يعني مع الايام صار الواحد تعرف على الاخرين واشتغل هو وياهم. انا بذكر شركائي هلا، مثلا في شباب عم بيصورونا هون، انا بحس انه هن شركاء بهالقعده. أيه. يعني ممكن لازم نشكرهم باخر اللقاء مثلا. لمين؟ الشباب اللي عم بيصورونا هون انه كانوا موجودين، شكرا كثير لهم. اوقات كثير بيتهموا بريد لحام انه بينسى رفقاته. ما بنسى حدا يا اخي، مش هيك مسألة. أنا نوضحها هاي القصة. لألك يا قلبي، لألك أنت بتعمل عمل. أنا مش عندي فرقة، مثلا نقول الكوميدي فرانسيز، أنا ما عندي فرقة. على هو العمل الواحد بيتفق أو بيجيب عناصر أو بيتعاون مع ممثلين إلى آخره. خلص العمل انتهت هذه المسألة. وإن كان في البعض هلا مثلا خود بالأعمال المسرحية، مجموعة أسرة تشرين، نفس الأشخاص كانوا في ضيعة تشرين بغربة، اختلفوا بكاسك يا وطن، تركنا الأستاذ أسامة الروماني راح على الخليج، تركنا الأستاذ ياسر العظمة حب يطير بسربه الخاص. تعرف يعني فنان أوقات شو بدي أقول لك، مثل العصفور بالأول بيقعد بالعش بده مين يساعده، وبعدين لما بتطير بيحس انه بده يطير بسربه القاص، ومشان هيك بيفتخر كتير مثلا بياسر العظم انه طار بسربه القاص وحقق نجاحات الأول ما لآخر عبر برامجه. بس في ناس ضلوا فترة طويلة مع جناح بجناح انت وياهم طايرين. ايه وبلشتوا جناح بجناح تذكروا؟ طبعا يعني بس نقول مسرح بس، طبعا تعال ننسى الجامعي أول ظهور بالبيروكة ودور أم الشهيد اللي فطست العالم الضحكة على مشهد لازم كنت تبكيهم. في مسرح بلشت فيه معين تذكروا ما هيك؟ طبعا اللي هو طبعا مسرح الشوك. أهم مرحلة هي مسرح الشوك اللي صار ب69. والشركة كان الأستاذ عمر حجو، وعمر على فكرة هو صاحب الفكرة، هو صاحب العمل. وقتها عمل هيك عرض تجريبي هو والأستاذ ياسين بقوش بالمركز الثقافي الروسي شي 20 دقيقة. بظن حبيت العمل كتير أنا، يعني هو فيك تقول عنه مسرح الواقع، ما في يعني لبس ديكور إضاءة مكياج ما في أبدا، تجي بنفس ثيابك تطلع على المسرح. ديكور في رموز للديكور مش ديكور. حبيت الفكرة وقلت له لك يا عمر والله حلو الفكرة، تعال نعمل منها عرض مسرحي. وفعلا هيك صار. وتصور سنة 69. 69 يعني هذا اللي عم نشوفه عمره من 69 بمسرح الشو. ايه طبعا هذا المشهد اللي بنشوفه دائما تبع بتغطي راسها و... هو لقلك هو كان هو خطر، يعني في جرعة زيادة عن اللازم بمسألة النقد. أصلا ما كان حدا يتعاطى مسألة النقد وما النقد. وقتها صارت هذا العمل سميناه جرك اهتزاز. حبينا نقول فيه ليش صارت هزيمة 67. العمل كتير جريء كتير بيخوف، ف
فشو بدنا نعمل لحتى يمر؟ لأنه ما في رقيب بيرضى يقول ايه عملوا على المسرح. كنتوا تخافوا؟ مين ما بيخاف؟ ما بعرف يعني انه بس اللي بيشوف تاريخي بيحس انه ما كنتوا تخافوا، كنتوا تعملوا شغلات يا اخي والله ما بتخافوا. ما هاي رأس الحكمة مخافة الله يا اخي، ما في حدا ما بيخاف. عم نحكي عن مخافة الله استاذ. المهم الإذاعة عم بتقولنا سدني وقف في وش الطوفان، مو أفيد للضيعة؟ لا يا أبو شحادة، على حساب أنت بتخاف الله وتصلي ولك يا ابني. هذا الطوفان جاي من عند الله، حط لك سد في وشه مو حرام. ما بعرف يعني هذا اللي عم بحكي عنه. يا قلبي قلبي لك شغلة، إنه أنت عرفت هلا. أنا صرت نقيب فنانين وقتها ب 69، وهذا العمل ما انعرض لسه طبعا، انكتب. هو ترجمة لآلامنا وحزننا وأحلامنا اللي اندبحت بحرب 67. طيب فكرنا انه كيف هذا ممكن يطلع على المسرح؟ ما حدا ممكن يوافق عليه ابنه ولا مسؤول ممكن يوافق. اخترعنا وقتها فكرة مهرجان دمشق المسرحي. لحتى مديره طبعا بدي يصير مديره، ما انا نقيب فنانين. طيب مين بدك انه لازم هيك كان ولا انه لا؟ لانه انت كنت رائد يا قلبي يا قلبي. مو هيك ما بدنا نحكي لانه كنت نقيب، لا هيك الا معنى ثاني بتصير. لا لا لك شغله، النقيب الفنانين بكوش على كل شيء. عملنا يعني هن قالوا انت مدير، قلت لهم ايه، ما جادلت يعني، لو جادلت كان قالوا لا. بس المهم اخترعنا فعلا مهرجان المسرح دمشق المسرحي بسنه 69 بس لحتى نمرر مسرح الشوك، لانه في اطار مهرجان ما في داعي للرقابه. وهكذا وهذا اللي صار، جبنا فرق من مصر، جبنا فرق من الخليج. من هاي معلومه مهمه، اخترع مهرجان دمشق المسرح اللي هو اول مهرجان مسرحي بالوطن العربي لنمرر لتمرير مسرحيه مسرح الشوك اللي هو انتقادي سياسي. بس لتمرير لكطفره المسرح السياسي بالوطن العربي. بس شو اللي صار؟ شو اللي صار وقتها؟ وقت اللي تسللنا ونحن عملنا ضجة كبيرة بالبلد، اتصور عملنا يعني بروشورات للمهرجان والفرق اللي جاي نوزعها على المطاعم على الناس، يعني في حالة اخلاص للشيء اللي عم نسوي. استأجرنا طيارات تجيب الفرق، لانه نحن كنقابة ما معنا كتير، تجيب الفرق. واستأجرنا الطيارات بشركة طيران السورية زير شلون على الساعة، انه ساعة الطيران ندفع عليها هالقد. لما تيجي لما تيجي الفرقة كان مسؤول عن استضافة الفرق المصرية الأستاذ علاء الدين كوكش، هو المفروض يستقبلها من المطار، ياخذها على الأوتيل وينام معهم إذا بدهم شيء، بدهم أي شيء، حتى في طبيب. وأنا بتذكر لما طلعنا نستقبل مثلا الفرقة المصرية، وصلت الطيارة وعم تزحف لتيجي توقف، ابتدى الأستاذ علاء كوكش يأشر للكابتن أنه لا أطفي المراوح، أطفي المراوح مشان ما يتسجل علينا واحد طيران زيادة. يعني في إخلاص وفي حب وفي 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 وفي. المهم انعرض مسرح بنتبش لك ياها. عرضنا مسرح الشوك يا سيدي، وقامت لقيامة بالمهرجان بالصالة اللي انعرض فيها. قامت لقيامة مع ولا ضد؟ مع وضد. الناس اللي طنشوا على مسألة الهزيمة وحولوها لنكسة بعدين حولوها لانتصار كانوا طبعا ضد. المثقفين الآخرين وخاصة والصحفيين وخاصة اللي جايين من العالم العربي وقفوا يدافعوا عن هذا المسرح. صارت خناقة بوسط الصالة بين الطرفين، وصلت الأصداء لفوق. أي طابق؟ أعلى طابق بيخطر على بالك. من بعد منه ما في في سمرة. وشو صار؟ صار انه بلغونا انه والله رئيس الجمهورية بده يحضر العرض سنة 69. تاني نهار فعلا اجى الرئيس، كان وقتها الدكتور نوري تاسي الله يرحمه، واجى معه كمان وزير الدفاع في ذاك الوقت اللي مرحوم حافظ الاسد، واجوا على قيادي وحضروا المسرح. هي المسرحية بتبدأ انه بيطلع رفيق سباعي، استاذ رفيق سباعي، بيقول انه نحن بنبدأ عادة تسعة، تأخرنا للتسعة وعشرة حرصا على تقاليدنا. منيح. قاموا الرسميين اجوا تسعة ونص. مصيبة، كيف بدك تحكي؟ كيف بدك تقولها؟ ايوه.
فاجا الاستاذ رفيق يعني حافظوا على تقاليد ايوه اجا الرئيس عفوا رفيق اللي طيب ما معقول نقول هي جمله كانه عم ننتقدهم اللي ليش تاخروا. قلت له ما بنقدر نغير ولا حرف لانه وصلت الاصداء لخناقه امبارح لفوق بخافوا يقولوا إيه طيب غيروا فيها تمام. وعملنا المسرحيه وقتها وعلى مسؤوليتك قلت الجمله. اي والله يعني كنت ما بتخاف. ليش بدي خاف ولهلا ولهلا يا اخي لقلك لك شغلة شو من وين نرجعيت هالقوة هلا بزمان عملنا تمثيلية عن الكتائب الحمر اللي كانت بالشام في سنة من السنين وانا قلت له لصديقي اللي انا ونهاد وقتها بدنا نطلع فيها وننتقد الكتائب الحمر قد ما عاثوا فسادا في الشوارع وقلت له لصديقي قلت له ارجوك عفيف درويش اسمه يا عفيف نحن الليلة طالعين على الهواء نحكي كلام خطير مرتي ولادي عهدة برقبتك إذا غدونا على السجن. فحبيبي حريتك حرية القول ما حدا بيعطيك إياها ما حدا بدق بابك وبيقول لك والله خود هذا الكيس الورق في حريتك فأنت بدك تخطفها وخاصة أنت من موقع وطني من موقع غيرتك على الوطن صح. من موقع صح. عرفت كيف صح. فهون فوقت مسرح الشوق وخلصت المسرحية قعدنا قعدوا بمكتب تبع المسرح منيح ورئيس الجمهورية والوزراء وأعضاء القيادة وابتدوا يتباروا بأنه هذا المسرح غلط وأنه هذا المسرح يدعو إلى ثورة مضادة وأنه هذا المسرح مخرب وأنه 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 الوحيد اللي ضل ساكت للآخر الله يرحمه حافظ الأسد تركهم كلهم يحكوا. بعدين اختصر الحديث قال لهم لا هذا مسرح ثوار لازم نسمعهم وتعوا يا ولادي لعندي على مكتبي لعطيكم أسرار تحكوا عنها أكثر من اللي سمعناها اليوم على المسرح. نحن هون كأنه واحد حط علينا سطل المي باردة يعني راح الحافظ أسد بحكم تعرف هي قديش مهم هذا النوع من المسرح. بالتأكيد وإحنا بعد ما تباروا بشتمنا وشتم المسرح قلنا رايحين على الحبس نحن لكن حبنا لوطننا حبنا للي انه ليش صارت الهزيمة وليش مدري شو بلشنا نفلسف اسبابها. لقيت اذن صاغية عند الراحل حافظ الاسد وقتها انه والله يا اخي دول فنانين وطنيين مش جايين يهدموا جايين يخربوا. ومن هون انا بقى كل ما نعمل مسرحية اول شيء تدعي استاذ دريد هذا الحديث حاكيه قبل هالمره بشي وسيله اعلاميه او شيء لازم حاكيه لازم. انا ماني سامعه ابدا كانك عم تحكي اول مره على صوت الشباب. على صوت الشباب اول مره اكيد بس انا بحب احكي لله وللتاريخ يعني قصدي انحكى حكيت يعني هاي في معلومات عم نحكيها جديده عن جد اليوم اكيد بتريد بحكي لك اشياء كثير اكثر مو كثير.